تنضم إلينا من خان يونس منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك منى، ما جديد الوضع في قطاع غزة؟ نعم، يعني تستمر الاستهدافات الإسرائيلية وما زالت تتوالى أيضا الأنباء حول ما يجري في مدينة غزة والشمال. دعينا نبدأ من ما يجري في مناطق الجنوب، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لأسرة بركة في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد كبير منهم. أيضا ما زال حتى الآن هناك محاولات لانتشال المزيد من الضحايا من هذا الاستهداف. أيضا كان هناك استهدافات في منطقة النصيرات، وهنا أشير إلى أنه منذ صباح وفجر هذا اليوم وحتى اللحظة هناك استهدافات متتالية لمناطق شرق خان يونس ورفح، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. بالذهاب شمالا نحو مدينة غزة والشمال، قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة سكيك، تم استهداف هذا المنزل فوق رؤوس ساكنيه. للأسف حتى الآن هناك حديث عن عدد كبير من الشهداء والإصابات التي لم يتم انتشالها حتى اللحظة، وعلى ما يبدو بأنه يعني من الصعب أن يتم انتشالها، لأنه يعني عمليا الآن طواقم الإسعاف لا تعمل، المستشفيات أيضا لا تعمل في مدينة غزة تحديدا، وبالتالي يعني هناك محاولات من قبل المواطنين وفقا لما وردنا حتى الآن يعني انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، خصوصا أننا نتحدث عن مباني مكونة من عدة طبقات يتم استهدافها على رؤوس ساكنيها، وبالتالي وفق عدم وجود معدات وإمكانيات خاصة يعني إزاحة وإزاحة الركام، نحن نتحدث عن مهمة يعني شديدة الصعوبة. هذا إلى جانب أنه فعليا تم انتشال بعض الإصابات من تحت الركام، ولكن نعيد ونؤكد بأنه لا يوجد مشافي تعمل في منطقة مدينة غزة، وبالتالي يعني يتم محاولة التعامل مع الإصابات بشكل ذاتي من قبل المواطنين وبشكل يعني بدائي وطارئ فقط لا غير. عمليا أيضا نود أن نؤكد بأنه الاستهدافات في مدينة غزة ما زالت في مناطق مختلفة، تحديدا شارع الرمال الآن يتعرض لاستهدافات عنيفة جدا، حيث أنه يعني وفقا لما وردنا هناك استهداف لعدد من العمارات السكنية في ذلك الشارع وفي محيطه. هذا المكان الذي يعني وفقا للتحليلات أيضا نؤكد بأنه على ما يبدو جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تمهيده ويعني إخلاء المنطقة بشكل كامل، وصولا إلى محور السرايا أو ما يعرف بمفترق السرايا. هذا المفترق الذي يعني يطل على ساحة كبيرة، بالتالي على ما يبدو بأن جيش الاحتلال يحاول أن يعني ينسف كل ما من شأنه أن يعني يشكل يعني عائق أمام جيش الاحتلال في تقدمه أو حتى في سيطرته على ما يجري في الميدان، وبالتالي الآن هناك عملية هدم لعدد كبير من المباني في منطقة شارع الرمال وصولا إلى مفترق السرايا. نؤكد أيضا بأنه ما زالت يعني مستشفيات قطاع غزة، تحديدا مستشفى الشفاء ومستشفى النصر للأطفال ومستشفى الرنتيسي، ما زالت هذه المستشفيات محاصرة بشكل يعني محكم، وما زلنا نتحدث عن زيادة وعمق في ربما تراجع الوضع الإنساني في تلك المستشفيات، تحديدا إذا أفردنا الحديث عن مستشفى الشفاء الطبي. قبل قليل أيضا كان هناك إعلان عن استشهاد المزيد من المرضى من أقسام العناية المركزة، 7 مرضى استشهدوا في أقسام العناية المركزة نتيجة توقف أجهزة الأكسجين والأجهزة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية التي الآن لا تتوفر في مستشفى الشفاء. أيضا كان قد توفي 2 من الخدج الأطفال الخدج من قسم الحضانة
والآن الحديث عن خطورة بالغة تلحق 38 من الأطفال الخدج الذين الآن الطواقم الطبية تحاول أن تحافظ على حياتهم من خلال تدفئتهم بشكل يدوي عبر الأغطية وما إلى ذلك، بعد أن تم تجميعهم في أماكن واحدة محاولة للسيطرة على الموقف من قبل الطواقم الطبية. الآن نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من ما بين يعني حوالي 450 شخص أو أقل بقليل، ما بين طواقم طبية، ما بين نازحين، ما بين مرضى أيضا في مستشفى الشفاء الطبي، يتعرضون لحصار خانق مستمر واستهداف مباشر لكل المباني في الوقت الذي أيضا لا تتوفر فيه أدنى متطلبات الصمود، لا يوجد مياه في مستشفى الشفاء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخزانات المياه الموجودة في المستشفى، لا يوجد طاقة كهربائية، لا يوجد قدرة على تقديم الخدمات، لا يوجد طعام. وما يردنا من الطواقم الطبية من هناك يعني واضح جدا بشأن أنه لا يوجد طعام بالمطلق. الآن يتم مقاسمة ما تبقى من تمر أو بعض المواد التموينية التي تبقت بطبيعة الحال حتى الآن ما بين الأطباء وبين المرضى وبين أيضا النازحين المتواجدين في مستشفى الشفاء، وفقا أيضا لمناشدات ويعني شهادات أيضا الأطباء في مستشفى الشفاء. الحديث عن عدد كبير من الشهداء في داخل مستشفى الشفاء، داخل حرم مستشفى الشفاء وعلى بواباته، عدد كبير جدا من الشهداء الذين لم تتمكن طواقم الطبية من الوصول إليهم وانتشالهم أو حتى التعامل معهم. يقولون الآن بأنه نحن نرى الحيوانات الضالة والكلاب تنهش جثامين الشهداء في محيط مستشفى الشفاء دون أن يكون لدينا القدرة على أن نقدم أو نعمل أي شيء في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي واستمرار الحصار من قبل الدبابات والأليات العسكرية الإسرائيلية لمستشفى الشفاء. حتى الآن لم يدخل شيء إلى مستشفى الشفاء مما من الممكن أو من شأنه أن يدعم صمود من يتواجد بداخله، في الوقت الذي أيضا ما زلنا نتحدث عن واقع لم يتغير، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب المواطنين والمرضى وأيضا الأطباء إن كان في داخل مستشفى الشفاء أو حتى في محيطه في مناطق النصر، في مناطق تل الهوى وفي مناطق الرمال، يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بإخلاء أماكنهم والخروج والتوجه جنوبا، لكن ما أن يقوموا بالتحرك حتى يتم استهدافهم بشكل مباشر. وبالتالي فيما يبدو أنه يعني الاحتلال الإسرائيلي الآن يحاول أن يصطاد، يحاول أن يعني يقضي على من تبقى من مواطنين من سكان في مناطق مدينة غزة والشمال حتى يسهل يعني التوغل بشكل أكبر، يسهل استهدافهم، يسهل معرفة من هو ما زال موجودا في مدينة غزة أو في داخل مجمع الشفاء أو ما إلى ذلك. إذن هي محاولات لاستدراج المواطنين بهدف استهدافهم بشكل مباشر. عمليا الآن أيضا الحديث عن يعني نعم الآن هناك خبر عاجل يتحدث عن استهداف مدينة الشيخ زايد في محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وهذا أيضا ما ينقلنا للحديث عن واقع المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة. هذا المستشفى الذي الآن أيضا هو لا توجد فيه كهرباء ولا معدات ولا حتى إمكانية لتقديم العلاجات اللازمة لمواطنيه والمصابين في منطقة شمال قطاع غزة، على الرغم من أنه يعتمد عليه كمستشفى رئيسي في تلك المنطقة. مع زيادة هذه الاستهدافات نحن أمام أيضا كارثة قريبة جدا تطال مستشفى الأندونيسي في ظل استمرار استهداف المستشفى ومحيطه. أشكرك شكرا جزيلا منى عوكل المراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك.